الاعتلال العربي إلى التماسك في وجه أي إرادة شعبية مع تغيير في مراكز القوة فيه جعلت المال مفتاح السياسة. لكن هذا التوجه التصفوي بالمقابل لا يجد بيئة دولية أو ميدانية تعززه. أما على المستوى الدولي فإن هذا التطرف الأمريكي نحو اليمين الصهيوني يتزامن مع اتجاه تراجع تخطي في قوة الولايات المتحدة وانتقالنا من نظام عالمي كان يراد له أن يكون أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب مع رخاوة تسمح بتأثير كبير للقوى الإقليمية. إن القراءة الموضوعية أعلاه تقول إن إفشال هذه الصفقة ممكنة، ولعلنا هنا نحاول بناء مقاربة متماسكة حتى لا نقع في فخ التوصيات المتناثرة. أولاً، إن البناء على التراجعات الميدانية للعدو واستثمار البيئة الدولية يتطلب تشكيل جبهة قوى شعبية تقود التحرك لإجهاض صفقة القرن وتستعيد وحدة الصف في مواجهة العدوان الصهيوني والتصفية الأمريكية عبر اصطفاف سياسي جامع يتسامى عن الجروح الغائرة ويتخطى جدران الدم، ويؤكد أن الاختلاف حول المواضيع التي تجري في بلداننا لا يمكن أن يؤثر على الإجماع على الحق الثابت في فلسطين.